قالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام القوات الأمريكية بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ الباتريوت من دولة الكويت ودول أخرى هو إجراء داخلي روتيني يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي. وأضافت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أن ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية، مؤكدة أن منظومة الباتريوت الكويتية وبشكل مستقل تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت.